السلام عليكم، معكم محمد المحروس. هذا ملحق توضيحي مرتبط بالومضة الطبية الرمضانية رقم 20 حول شرب الشاي بعد الوجبات. سوف أجيب فيه على نفس السؤال المطروح في الومضة، ولكن من زاوية أخرى تتناسب مع طبيعة التساؤلات المقدمة من قبل البعض. والسؤال هو: هل شرب الشاي بعد الوجبات يسبب نقص الحديد في الجسم؟ هذا السؤال طبعا مهم، خصوصا في ظل اللغط والفوضى في المعلومات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. أولا، الشاي أنواع، منه الأسود والأحمر والأخضر وغيرها من ألوان. هذه الأنواع المختلفة من الشاي تحتوي على بعض المركبات بنسب متفاوتة، وهي المركبات المؤثرة سلبا على امتصاص الحديد من الأغذية في الجسم، وعلى رأس هذه المركبات التينينز. هذا باختصار. نقطة أخرى، الحديد الموجود في الأغذية أنواع، منه الحديد الداخل في صناعة الهيموغلوبين، وهو الحديد الذي يسمى بالحديد الحيواني أو الهيم، ومنه الحديد غير الداخل في صناعة الهيموغلوبين، وهذا النوع من الحديد يسمى بالحديد النباتي أو النون هيم. النباتي يتأثر بشكل أكبر عند شرب الشاي من النوع الحيواني، ولكن هذا الكلام لا يعني عدم تأثر النوع الحيواني وإن كان بنسب أقل. الدراسات تقول إن شرب الشاي كعادة يومية بعد الوجبات بشكل عام كفيل بمنع ما يقارب 50% من الحديد الموجود في الأغذية من أن تمتص لجسم الإنسان، وهذا يعني احتمال أن يحصل نقص في كمية الحديد في الجسم، خصوصا عند النساء اللاتي يتعرضن لتغيرات شهرية وفسيولوجية مستمرة، وأيضا عند من يعانون من أنيميا بشكل عام. طبعا هذا ما يعني أن النقص سيحصل فقط عند هؤلاء، لا، الأمر غير صحي بالنسبة للجميع. الدراسة الموجودة أمامي هي من جامعة كاليفورنيا، وهي دراسة من مجموعة دراسات الموجودة على المكتبة الآن بالعشرات. اخترت هذه الدراسة وهي تحت عنوان بيركلي ويننس لتر في جانوري 2011. هذه الدراسة تتحدث عن نفس المضمون، مضمون كيف أن الحديد يتأثر بنسبة 50% عند شرب الشاي. طبعا بقية الدراسات تتحدث عن نفس الموضوع ولكن من زوايا مختلفة، وكلها دراسات معتمدة. طبعا لا يسع المجال لتغطيتها في هذه العجالة. خلاصة هذه الدراسات تشير لتأثير الشاي على امتصاص الحديد في الجسم، وهنا أؤكد أن هذا الكلام ليس كلام محمد المحروس، هو كلام الدراسات والأبحاث، ومن يتحدث بغير هذا يجب عليه أن يرتكز على معلومات بحثية. طبعا الدراسات هذه عملت على الشاي المشروب في العالم الغربي. تعال شوف الشاي الموجود لدينا في العالم العربي، المركز الأسود اللون اللي يساوي في تركيزه أضعاف الموجود في العالم الغربي. على كل نسأل، هل هذا الأمر أمر صحي؟ طبعا لا، يمكن يكون عند البعض ما هو مضر، ولكن في نهاية المطاف هو ليس أمر صحي. الصحيح أنك تنتظر ساعة على الأقل بعدها تشرب الشاي. بعضهم يسأل: طيب والقهوة؟ نقول القهوة أقل نسبيا لأن مركبات التينينز فيها أقل. بالمناسبة الموضوع لا يقتصر على التينينز كمركبات، هناك مركبات أخرى لا يسع المجال لتغطيتها هنا أيضا. الأمر الآخر هو أن الليمون وفيتامين سي عموما يساعد إلى حد كبير عند مزجه مع الشاي من عملية امتصاص الحديد. أكتفي بهذا القدر، وأدعو الله أن تكون الرسالة قد وصلت، وأدعو لكم بالصحة والعافية. محمد المحروس.